النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا فيديو جديد وهنعمل النهارده تريلر رياكشن لثلاث افلام، وهما الفيلم الاولاني هو فيلم نايتمير الي، الفيلم الجديد بتاع جيليرمو ديل تورو اللي كان فيلم كان مخرج فيلم ذا شيب اوف ووتر، والفيلم الثاني اللي هو فينش الفيلم الجديد بتاع توم هانكس، والفيلم الثالث اللي انا منتظره واحد من اكتر الافلام اللي انا منتظرها في السنه هو هالوين كيلز. طبعا هنبدا الاول بهالوين كيلز لان انا بصراحه متحمس جدا ان انا اتفرج على هالوين. طبعا من اخراج ديفيد جوردون جرين تقريبا نفس المخرج بتاع هالوين اللي فات، ونفس طبعا برضو الكاستلس جيميلي كيرتيس في دور طبعا لوري ستراد، وعندنا كمان جودي جرين نفس الكاست هو وبرده كنت عامل له تريلر رياكشن بس كان تقريبا كان تيزر، وعدينا على الاسامي والحاجات كده سريعا. انما التريلر نزل من كام يوم وحابب ان انا اتفرج عليه واعمل له تريلر رياكشن. الوين من يومنا والله والست كويسه يزربوا. طبعا كان انا ما شفتش التريلر ولا مره اشوفه معاكم دلوقتي اول مره. هالوين كيلز يلا بينا. Doing out here? It's Halloween. We've been trick-or-treating. Are you alone? There's a creepy man in a white mask. Run! Go home now! My grandmother set the fire. No one told you. Told me what? Michael Myers is alive. The boogeyman came for us. We are the survivors of Michael Myers. Lori, what do we do? We fight. Mom. Our family. We'll kill him. We're gonna hunt him down and we're gonna put an end to this. اوه جامد فحت جامد فحت يا جدعان. الفيلم ده هيبقى يعني نوعيه سلاشر موفيز، يعني دم هتلاقي فشخ هتلاقي حاجات حلوه باشا. الفيلم ده هيعدي الجزء اللي فات بمراحل. مايك مايرز على فكره اللي ما يعرفنيش، مايك مايرز واحد من السيريال كيلرز المفضلين بالنسبه لي، وما بزهقش من افلامه، بحب افلامه جدا 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 بقى، سيكوالز وبريكوالز وريميكس وكله على بعضه. انا بحب شخصيه مايكل مايرز. اللي عاجبني فشخ ان هو رجعوا الهيستوري بتاع زمان، الاختلاط ما بين الحاضر والماضي وجيميلي كورتيس وباقي الاعضاء بتوع افلام هالوين من زمان اللي هو الاجزاء بتاعت السبعينات ولا مش عارف الثمانينات، دخلوهم كده مع بعض بقى وميكس ومع الاغنيه كده في الاخر. ده انا بص انا مش مستنيه، ده الفيلم ده يعني اديني يعني ترقبي للفيلم 10 من 10 يعني بجد. انا الجزء اللي فات اصلا انا عجبني جدا جدا جدا، اللي كان نازل تقريبا في 2018 ولا 2018 صح 2018 على ما اظن، كان نفس المخرج برضه جيميلي كورتيس اللي هو كان ولعوا فيه، اللي هو المشهد نفس المشهد اللي جه في التريلر ده. كان الفيلم ان هم ولعوا في البيت بتاعه وهو كان تحت موجود في البنكر وقفلوا عليه وراحوا مولعين فيه، بس طبعا الرجل الذي لا يموت كالعاده. بصوا يا جماعه في اي فيلم سلاشر موفي خدوها كده قاعده، مايكل مايرز، فريدي كروجر، اي ابن حلال تاني كده معدي تعرفوا ان هو سلاشر موفي ما بيموتش، جيسون والحاجات دي ما بيموتش، بيفضلوا يظهروا في الاجزاء، وده حلاوه الفيلم. يعني انا مبسوط فشخ، واكتر حاجه مبسوط بجد منها ان هو الجزء اللي جاي مش الجزء ده اللي هو هالوين كيلز، في واحد هينزل في 2023 اسمه هالوين اندز، ده هيكون اخر جزء بقى خلاص فور شور. وانا بصراحه متحمس جدا جدا ان انا اشوف الفيلم، ويعني يا سلام هيخش بقى والسلاشر ومش عارف ايه والكلام ده كله، اقتل يا عم مايكل مايرز. الفيلم الثاني اللي هنعمله تريلر رياكشن وهو فيلم اسمه فينش، وهو الفيلم الجديد لتوم هانكس، وهو من اخراج ميغيل سابوشنيك. اول مره اسمع المخرج ده. اوكي ده عمل ريبو مان. لا اوكي ماشي، ده عمل حلقه من حلقات هاوس اوف دراجون، وعمل حلقه اخرج برضو كام حلقه كده من
من جيم اوف ثرونز، بس انا عمري ما علم معايا الراجل ده يعني، ما اعرفوش بصراحه. مش عارف اذا كان ممكن تكون تجربه ناجحه ولا ايه النظام. معانا مع توم هانكس ومعاه كاليب لاندري جونز، الباقي كلهم ما اعرفهمش بصراحه. هل هتكون التجربه اساسا ناجحه ولا لا؟ توم هانكس في تجربه لابل تي في، وشكله كده فيلم بيدور على المستقبل، حاسه كده يعني. مش عارف ليه حاسه كده، قبل ما اشوف التريلر حاسه هيبقى ميكس ما بين اي روبوت واي ام ليجند الاثنين مع بعض، الله اعلم. طبعا كالعاده برضه ما اشوفش التريلر ولا مره اشوفه معاكم دلوقتي، اول مره فيلم فينش لتوم هانكس، يلا بينا. What should we have? Get your elbows off the table. Get your elbows off the table. All right, you're next. Now, if you can speak, tell me something about you. Robots must protect dog. West, over the mountains. Would you like me to drive? Don't oversteer. That's oversteering. Sorry. Ease your foot up just a hair. Come and see this. Hang on to something. Those things will happen. Like 150 degree heat, UV radiation, and people hiding in the shadows. Go now! I believe in you, Finch. اوكي، فيلم فينش هيتعرض في منصه ابل تي في، على منصه ابل تي في في 5 نوفمبر. مش عارف هو انا ليه مش متحمس للفيلم بصراحه، مش عارف ليه، حاسه فيلم مش هيبقى حلو، حاسس يعني مش ده مستوى فيلم من افلام توم هانكس يعني متعودين دايما عليه. الفيلم كله هيبقى حرفيا يعني عباره عن توم هانكس مع روبوت هو اخترعه ومعاه الكلب اللي هو لقاه بالصدفه. يعني احنا انت معاك روبوت يا باشا، احنا معانا موسى، يعني احنا عملنا موسى لمؤاخذه بيه ترميم اللي عمله يعني. بهزر طبعا. مش عارف مش متحمس للفيلم، مش جاي معايا سكه، ما اعرفش اذا كان برضه هشوفه ولا مش هشوفه، وحاسه هيبقى كئيب. عارفين لو موتوا الكلب يعني انا ممكن يعني اقتلكم، ممكن انسفكم في التقييم بتاعي يعني. ايه نهايه العالم يعني، هو هيبني روبوت ومش عارف ايه، وذي تراي تو سرفايف مع الكلب ومع الروبوت. مش عارف اذا كان اتس ماي تايب اوف موفيز، اصل انا مش من نوعيه الناس على فكره بحب الساينس فيكشن موفيز يعني، على فكره يعني من اقل الجانر بالنسبه لي يعني. ما حدش يجي يقول لي بقى انترستيلر، انترستيلر ده تحطوه على الجنب يعني، انترستيلر ده قصه ثانيه. بس انا من الافلام يعني الساي فاي، افلام الساي فاي او الجانر بتاع الساي فاي مش من هواياتي يعني، مش من حبي للساي فاي يعني. مش عارف نسبة ترقبي للفيلم 6/10 مش اكتر من كده. الفيلم التالت اللي احنا هنعمله تريلر رياكشن هو فيلم نايتمير الي، وهو من اخراج زي ما قلنا ومن كتابة جيليرمو دولتورو، كان عامل شيب اوف ووتر وكان كسب في شيب اوف ووتر. ومعانا كوكبة من الممثلين برادلي كوبر، روني مارا، كيت بلانشيت، ويليام ديفو، توني كولات، رون كل ده، روني بيرمان، ريتشارد جينكنز، اوكي جيم بي، ايه ده في شويه شغل حلوين هيحصل، في شويه شغل حلوين. ايه كميه الممثلين دي؟ انا ما كنتش عارف ان هو كان في كل الممثلين دي اصلا، انا كنت عارف ان هو في برادلي كوبر وفقط لا غير من البوستر طبعا يعني، مش محتاجين فقاقه. هو تيزر، للاسف هو تيزر مش تريلر، مش اوفيشال تريلر، فمش عارف اذا كان ممكن يكون تيزر موفي قوي ان احنا نديله نسبه ترقب ولا لا. هل مش عارف برادلي كوبر، انا بقالي كتير قوي ما شفتش فيلم برادلي كوبر على فكره، لدرجه انا اصلا في اخر فتره كنت عمال اسال هو برادلي كوبر اختفى ليه يعني. ده من الحاجات اللي انا كان نفسي اسالها. حسيت ان برادلي كوبر ريسنتلي ابتدى يتجه للانتاج يعني، حتى مش الاخراج، للانتاج. فانا مستغرب ان برادلي كوبر راجع يمثل تاني بعد فتره كبيره قوي. انا مش، انا حتى اخر فيلم لبرادلي كوبر انا كنت شايفه وانا مش فاكر كان ايه يعني، تقريبا استنى كده معلش ابص بس يعني، انا بتكلم على فيلم بطوله يعني، انا بتكلم على فيلم بطوله تقريبا كان ستاريز بورن. ستاريز بورن كان اخر فيلم 2018، 2018 كان اخر فيلم شفته لبرادلي كوبر حرفيا فعلا، ستاريز بورن. وانا بقول برضو بقالي كتير قوي ما شفتش برادلي كوبر يعني. اتمنى ان هو يرجع بقوه، انا بحب تمثيله بصراحه.
وعجبني برضو ان في توني كولات، انا بحب توني كولات تمثيلها حلو جدا، بالذات كان في هيريديتاري. هو مش عارف هو هيبقى فيلم رعب يعني، هيبقى فيلم رعب تفتكروا هيبقى فيلم رعب؟ مش عارف. يلا بينا نتفرج على التريلر. طبعا كالعاده ما اشوفش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره في فيلم نايتمير الي. يلا بينا. Mysteries of the universe. This creature has been examined by the foremost scientists and pronounced unequivocally to witness this supreme oddity. Not fit for living. For luck. Is he man or beast? واو واو. اوكي، هو عامه هو تيزر، مع الاسف مع الاسف مش حدي ليه نسبه ترقب لان هو تيزر زي ما قلت. على فكره الفيلم ده شكله هيبقى جامد فشخ، وانا مستني التريلر بتاعه الاوفيشال تريلر بتاعه علشان عايز اعمله تريلر رياكشن لما ينزل. الفيلم شكله جامد فحت، الفيلم شكله فشيخ يا جدعان، باين قوي ان هو تصوير جليرمو ديل تورو. تحس ان هو الفيلم حرفيا ميكس كده ما بين ذا شيب اوف ووتر وبين الفيلم التاني اللي كان عامله. انا اسف مش فاكر اسم الفيلم، هجيب لكم اسم الفيلم دلوقتي لان انا لازم افتكره، اللي هو كان بتاع الميز ده، اللي هو كان بتاع، ايوه استنى هجيبه انا دلوقتي، هجيب اسمه بانس لابيرنث. تحس ان هو كده ما ميكس ما بين بانس لابيرنث و ذا شيب اوف ووتر. عجبني اول فكره الفيلم، وحاسه هيبقى فيلم فشيخ يعني. مستني اشوف الاوفيشال تريلر بتاعه، علشان لو الاوفيشال تريلر بتاعه هيبقى بنفس الجمدان التيزر ده، هيبقى نسبه ترقبي للفيلم هتبقى عاليه جدا، وخصوصا ان هو كويس ان هو نازل السنه دي في 2021. انا حاسس ان الافلام الجامده كلها نازله بقى في اكتوبر نوفمبر ديسمبر، يعني الثلاث شهور اللي جايين دول بقى اللي هو انتوا اتفرجتوا حرفيا على زباله طول السنه تقريبا، واخر ثلاث شهور هنديكم بقى شويه افلام عنب يعني. زي ما قلت هستنى الاوفيشال تريلر، عايز اتفرج عليه عشان اعمل له تريلر رياكشن واديله نسبه ترقب، وانا متفائل جدا بالنسبه للفيلم ده. وعجبني جدا ان راجع برادلي كوبر في فيلم جديد، اخر فيلم انا كنت شايفه زي ما قلت ستاريز بورد. وعايز اشوف ايه الدنيا هتبقى كمان من اخراج جيليرمو ديل تورو. عندك يا باشا توني كولاتو، كيت بلانشيت، ويليام ديفو، وعندك شويه وروني مارا، عندك شويه مجموعه ناس ممثلين تقال قوي يعني. بس دي كانت حلقتنا النهارده في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في دقيقه تانيه قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للشانل التانيه اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستجرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.